بعد ما قال يسوع هكذا، خرج مع التابعين متاعه وراح للجهة الأخرى متاع واد قدرون، وين كانت كاينة جنينة دخل لها هو والتابعين متاعه. يهوذا اللي سلموا تاني كان يعرف هذاك المكان، خاطر يسوع كان يجتمع تما بزاف مع التابعين متاعه. بدا يهوذا العسكر مع العساسين متاع رياس رجال الدين والفارسيين، وجاو لتما بالمصابح والمشاعل والسلاح. يسوع اللي كان عارف واش راح يصرالو خرج وقال لهم: احنا من راكم تحوسوا؟ وجبوه: يسوع الناصري. قال لهم: انا هو. يهوذا اللي سلموا تاني كان واقف معهم، وكي قال لهم يسوع انا هو، رجعوا للله وطاحوا على الارض. زاد سقساهم: احنا من راكم تحوسوا؟ هما قالوا: يسوع الناصري. جاوب يسوع: قلت لكم انا هو، اما لو لا راكم تحوسوا عليا خليو هادو يروحوا. باش يتم الكلام اللي قالوا، ما ضيعت حتى واحد من اللي عطيتهم لي. كان عند سمعان بطرس السيف، جبدو وضرب الخديم متاع رايس رجال الدين وقطع له ودنه اليمنى، وكان اسم الخديم ملخص. قال يسوع لبطرس: رد السيف للغمد، ما نشربش الكاس اللي اعطاها لي الاب. العسكر وقايد الألف وخدامين اليهود حكموا يسوع وكتفوه، وداوه قبل لعند حنان، وكان حنان نسيب قيافة رئيس رجال الدين في هذاك العام، وقيافة هو اللي كان نصح اليهود باللي خير لو كان يموت واحد على جال كامل الشعب. وكان سمعان بطرس وتابع واحد آخر يتبعوا في يسوع، وكان هذا التابع معروف عند رئيس رجال الدين، ودخل مع يسوع لوسط الدار متاع قصر رئيس رجال الدين. بقى بطرس برا عند الباب، هما لا خرج التابع الآخر اللي يعرفوا رئيس رجال الدين وهدر مع العساسة متاع الباب باش دخلت بطرس. وقالت العساسة لبطرس: وانت ماشي من التابعين متاع هذا الإنسان؟ قال هو: ما رانيش منهم. الخدامين والعساسين اللي كانوا تما شعلوا النار بالحطب باش يدفعوا، خطر كان البرد، وكان معاهم بطرس يدفع. سقسى رئيس رجال الدين يسوع على التابعين وعلى التعليم متاعه. واجبوا يسوع: أنا هدرت للناس عيناني، وكنت دايماً ندرس عيناني في المجمع وفي المعبد وين كامل اليهود يتلموا، وما هدرت والو بالتخبية. علاش راك تسقسي فيا؟ سقسي اللي سمعوا واش قلت لهم، هم هما عارفين واش قلت. كي قال هكذا، واحد من العساسين أعطى الصقلة ليسوع وقال: هكذا تجاوب رئيس رجال الدين. واجبوا يسوع: ولا قلت حاجة غلط؟ بين الغلط، بصح ولا هدرت مليح، علاش تضربني؟ بعتوا حنان مكتف الرئيس رجال الدين قيافة. كان سمعان بطرس واقف تما يدفع، وقالوا له: ماشي انت تاني من التابعين متاعو؟ انكر هو وقال: مانيش منهم. قال واحد من الخدامين متاع رئيس رجال الدين:
وكان من العائلة نتاع اللي قطع له بطرس ودنه. ماشي شفتك معاه في الجنان؟ وزاد نكر بطرس وتمتم عوعش السردوك.